السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقة جديدة مع أسامة. هبدأها من أول مباراة الأهلي والاتحاد. احنا عندنا يوم السبت يوم رياضي جدا، الأهلي والاتحاد، الزمالك وفيوتشر، المنتخب الأولمبي أمام المنتخب المغربي في المغرب في نهائي البطولة الأفريقية. طبعا المنتخب المصري والمنتخب المغربي الاتنين تأهلوا، والحقيقة المنتخب المصري كان طبيعي ان هو يغني على اغنيه سطلانه، المنتخب المغربي الاولمبي ايضا بما فيهم لاعبي الوداد غنوا على اغنيه سطلانه، وده تاثير النادي الاهلي، وده اللي مزعل رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم محكمه القضاء الاداري اللي خلى اعلام القناه الرسميه يطلع يتحدث عن تنويه ممنوع اغنيه سطلانه في مدرجات مباريات الاهلي والزمالك. انتم متخيلين الازمه واصله لفين؟ خلونا من الازمه الحاليه، ولكن عندنا ازمه اخرى، هي ازمه ومش أزمة، أزمة التحكيم الأجنبي. أنا طول الوقت بدعم مباريات القمة بتحكيم أجنبي، أنا طول الوقت عايز ألجأ لتحكيم أجنبي الحقيقة، فأتمنى إن يحصل حل لأزمة مباريات القمة ويقدر الاتحاد المصري لكرة القدم يعين طاقم تحكيم أجنبي. طب إيه الأزمة اللي في القصة دي؟ الأزمة إن بريرا أصلا رئيس لجنة الحكام أسبوعين بره مصر، والحقيقة اللي عرفته إن زوجته تعبانة وهو جنب زوجته هناك. فأنا أتمنى من الاتحاد المصري لكرة القدم يخاطب هو الاتحادات الأوروبية من أجل تعيين طاقم تحكيم أجنبي. طيب ما قدرش الاتحاد المصري لكرة القدم يعمل كده، ما لحقش يعمل كده، هنروح لفين؟ أنا أتمنى نادي الزمالك يبعت خطاب رسمي اللي بيقوله في الإعلام ينفذه. أنا عايز طاقم تحكيم أجنبي، ابعت للاتحاد المصري لكرة القدم أنا عايز طاقم تحكيم أجنبي. لكن على العموم في حاجة منعشة ومش منعشة، إن لو مفيش طاقم تحكيم أجنبي فمفيش محمد معروف. ليه؟ لان جابوا لنا محمد معروف الاهلي والاتحاد. عارف انت النكته، يقول لك انا عايز وصلوا للدور ال 22 وكانوا عايزين يوصلوا للدور ال 23. انا وصلنا للدور ال 22 وبقى لنا دور واحد، بس الخبر الوحش ان احنا اصلا طلعنا برج غير البرج اللي احنا المفترض نطلع فيه. فبقى معروف بعد عن مباراه القمه، جالنا مباراه الاتحاد. معروف انا طول الوقت بقول المعروف محمد معروف، لان هو معروف راجل مش قادر يتعامل بصفاره بدون انتماء لنادي ما. الراجل اللي بيحسب شدت لسيف الجزيري بالشكل ده ضرب الجزاء وهي ضرب الجزاء صحيحة، هو نفس الحكم اللي شاف تيشرت لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 91 بيتقلق كده من طارق حامد وما حسبش اي حاجة. تخيلوا، ده اللي جالنا في ركلة الجزاء غزل المحلة محمد هاني، هو ده اللي رفض يطرد محمد فتح الله مدافع غزل المحلة لما عرقل محمد شريف في الوقت اللي طرد فيه مدافع المقاولين لما عرقل بن شرقي. واضح جدا انتمائه، الراجل ده عنده أخطاء تحكيمية كارثية في تاريخ مباريات الزمالك والداخلية. تخيل ان كلاتنبرج لما طلع انتقد حكم بوضوح، كان اول حكم ينتقده محمد معروف لما قال انا مش عارف ازاي ما طردش زكريا الوردي. فده محمد معروف المعروف جاي لنا ماتش الاتحاد. انا مش بقول لك اننا بنحط شماعه ولا بقول لك القصه دي، لكن انا عندي قلق من قصه الازمه اللي حصلت في مباراه الاهلي والاسماعيلي. تعالى يا معروف ادعم وادلنا حاجه ترد على النادي الاهلي. هنا انا بطالب لاعبي النادي الاهلي بالتركيز التام. انتوا فنيا كنتوا اعلى من الاسماعيلي قوي، وفنيا اعلى من الاتحاد قوي، فما توصلش القصه ان انت تكسب الاسماعيلي 1-0 فقط لا غير، ويبقى الاسماعيلي مش قادر يعمل عليك هجمه مرتده ومش قادر يعمل 5 تمريرات متواصله وانت تطلع بالمباراه 1-0. لا، 1 و2 و3. عندك مباراه الاتحاد، مع كامل احترامي وتقديري لفريق الاتحاد السكندري، انزل خلص المباراه بعيدا عن اي مساحه ان فريق يدخل معاك في الجيم ويبقى ندي ليك في الجيم. هقول لك نقطه مهمه، اكيد عندك مباراه الزمالك، اعتقد برغم ان في 6 لاعبين من النادي الاهلي مهددين بالغياب عن مباراة نادي الزمالك في حالة حصولهم على انذار بكرة، ده القلق. انا عارف ان مارسيل كولر ما بيعتمدش على القصة دي، ده راجل لعب بقلب ميت كده حمدي فتحي في مباراة لو خد انذار هيغيب عن النهائي، لعبه في مباراة مضمونة. انت كنت كسب الترجي 3-0 في تونس وبتلعب في مباراة وانت اساسا على القاهرة، في القاهرة هتعدي وهتعدي لدور النهائي، الراجل ده مش فارق مع القصه دي. وبالتالي انا الان ولازم يتم تنبيهه، محمد معروف معروف، فلو مش هيقدر ان هو يجي عليك ويضغطك فنيا، مش بعيد لو لعبت بال6 لاعبين اساسيين تلاقي 3 لاعبين منهم مش موجودين في مباراه الاهلي والزمالك. انا اسف والله ان انا بقول كده، بس انا عارف القصه. فاكرين قصه محمود متولي مع حكم القناه وليد عبد الرازق
لما اصلا المفترض كان يدي انذار لحمدي فتحي وكنت اقول له معاك حق، لكن استنى محمود متولي وقام مديله انذار. فتخيلوا محمد معروف ممكن يعمل ايه بكره مع النادي الاهلي، هنشوف بالتاكيد القصه ايه. ولكن انا زي ما قلت انت اعلى فنيا من الاتحاد، انزل دوس خلص المباراه، احسم الثلاث نقط بدري، ريح فرقتك، حيد الحكم، اجبره على انه يكون محايد، لان محمد معروف لازم تجبره على انه يكون محايد. ما تدخلوش ند في مباراه معاك، ولا تدخل الاتحاد ند في مباراه معاك، الى ان نرى لجنه الحكام واتحاد كره القدم المصري قصتهم هتسفر عن ايه في مباراه القمه، اللي بالتاكيد احنا محتاجين حكم اجنبي. احنا محتاجين حكم اجنبي. مباراه تحصيل حاصل مفيش فيها اي مشكله خالص بالنسبه لنا، لكن هي مباراه حياه او موت بالنسبه لنادي الزمالك. واللي انا علمته جيدا من داخل نادي الزمالك الاستعداد لمباراه الاهلي بمنتهى القوه من اجل افساد فرحه النادي الاهلي بالبطولات، في حاله ان نادي الزمالك يحقق نتيجه ايجابيه ويفوز عن الاهلي لا قدر الله. فدي نقطه كان مهم جدا نتكلم فيها. عندي نقطه اخرى، بما اننا بنتكلم عن التحكيم وعن الحكم محمد معروف المعروف، الكابتن عصام عبد الفتاح تم النهارده الاستغناء عنه من لجنه الحكام من قبل الكاف. هو خلاص على طول طلع لقى الشغل في الامارات، هيبقى مدير فني لجنه الحكام في الامارات. هو ما شاء الله عنده كميه علاقات وعارفين مين اللي بيدعم عصام عبد الفتاح بمنتهى القوه، مش هيقعد يوم في البيت. بس المهم، وانا اتمنى ده ما يقعدش يوم في البيت، بس المهم ما يشتغلش مع مصر بقى، مع التحكيم المصري، ويفضل مستقر على انه مش راجع تاني لجنه الحكام المصريين. مش محتاجين نخسر بطولات تاني يا كابتن عصام عبد الفتاح، فخليك بروح البروتوكول في اي حته، الامارات زي الفل والدرهم زي الفل، وعيش حياتك. ولا نتمنى ليك ان انت تقعد يوم واحد في البيت، لكن ابعد عن لجنه الحكام المصريه. لكن الاغرب الاغرب ان الايام دوره، والاهلي دوت كوم فكرنا بتصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح، وعنده تصريحات مأساوية كتير، لما تحدث عن جمال حيمودي الحكم الجزائري اللي دخل في مباراة الاهلي والبنك الاهلي. فاكرين تصريح روح البروتوكول الشهير؟ قال مفيش حاجة اسمها كده، وكابتن ياسر عبد الرؤوف بالمناسبة هنا قال مفيش حاجة اسمها كده، ومحمد صلاح فتاح قال مفيش حاجة اسمها كده، وحكام كتير قالوا مفيش حاجة، وسمير عثمان قال مفيش حاجة اسمها كده، وجمال الغندور قال مفيش حاجة اسمها كده، كان كابتن عصام فتاح وحيدا يعني. ولكن قال مين جمال حيمودي ده يا ابراهيم؟ مين جمال حيمودي ده؟ ما خدش دوره في الاتحاد الافريقي، وراجل اصلا لا معاه دراسات ولا يقدر ان هو يدي كورسات ولا يقدر ان هو يدي دورات تدريبيه ولا ولا ولا، وقلل قوي من جمال حيمودي. فجمال حيمودي جوه اللي جه مكان كابتن عصام عبد الفتاح، شفتوا الايام دول ازاي؟ ده اللي قاله الاهلي كوم. لكن انا عندي نقطه ثانيه بقولها بقى للكابتن جمال حيمودي ومن على شاكلته. طبعا كلام وصل وما وصلوش، مش ده الهدف يعني، ولكن الهدف اننا نوضح نقطه جدا، ان انت لو حكم عندك ضمير مهما الدنيا انقلبت عليك في وقت من الاوقات، صدقني هيجي دورك، هيجي دورك في الاصلاح، هيجي دورك في التطوير. فانا اتمنى ان انت تستغل ده. ليه بقول الكلام ده؟ لان جمال حيمودي ده الحكم الجزائري اللي راح حسب ركل الجزاء للنادي الاهلي في الدقيقه 92 امام القطن الكاميروني في جرواه في معقل عيسى حياته، اتعاقب بعدها سنه، برغم ان البطوله 2-1 برضه الاهلي كان ياخدها، اتعاقب بعدها سنه، ما بيحكمش مباريات مهمه في دوري ابطال افريقيا، واتظلم وتعرض لظلم واشتكى من الواقع دي كتير. لكن في النهاية اصبح الان في لجنة تطوير التحكيم الافريقي. نتمنى ان يكون بالفعل هناك تطوير للتحكيم الافريقي، زي ما بنتمنى يكون هناك تطوير للتحكيم المصري. مشهد بائس الحقيقة، مشهد بيفسر لنا ليه حد زي السمسار اللي طلع يتكلم عن فتنه ما بين جماهير الاهلي والاسماعيلي بيلعب على الوتر ده، لانه عارف كويس قوي ان جماهير الاسماعيلي عندها نوع من انواع الكراهيه ضد النادي الاهلي، وللامانه مش مرتبط بالقصه القديمه الغريبه اللي كان بيرددها الاعلام بلا 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 عن التهجير والكلام ده، لان اتكلمت فيها كتير، ولو هم زعلوا من حد في التهجير فزعلوا قوي قوي من نادي الزمالك مش من النادي الاهلي الحقيقه، يعني اللي طردهم من النادي بسبب لقاء ودي بين الزمالك والاسماعيلي، وكان فيها كابتن طه بصري بيلعب بتشيرت نادي الاسماعيلي، وتم يعني الاعتداء من جماهير نادي الزمالك على لاعبي والجهاز الفني للنادي الاسماعيلي، وتم طردهم من النادي، طردهم من النادي حرفيا في الوقت اللي كان النادي الاهلي فيه بيدعم نادي الاسماعيلي بلاعبين من اهمهم هاني مصطفى رحمه الله عليه، الظهير الايمن الافضل في القاره في الوقت ده 69 70 71. لكن مش دي القصة، القصة ان النادي الاسماعيلي زيه زي النادي المصري دائما وابدا احلامه بالبطولة بتتكسر على صخرة النادي الاهلي العنيف. انا كل ما اجي احقق بطولة الاقي معظم البطولات النادي الاهلي بيحطم لي احلامي، فبالتالي مش هيكون في ود،
بين جماهير الاسماعيلي وجماهير الاهلي، لكن يصل الامر ان لا احد يعاقب. وانا هنا بتمنى ان يكون في بند قانوني لاهانه الكيانات، والنادي الاهلي ده كيان كبير بل اعظم كيان رياضي في تاريخ مصر. لما يطلع موتور ماسك تيشرت النادي الاهلي ويظن ان هو لما يحطه تحت قدمه فده الوضع الطبيعي، فالحقيقه لا، ده مش الوضع الطبيعي. انت مهما بصيت فوق مش هتشوف اول بلاطه في كيان النادي الاهلي، مع كامل احترامي وتقديري للنادي الاسماعيلي، لكن البطولات والتاريخ بيتحدث. في نادي عظيم قوي اسمه النادي الاهلي ومجموعه انديه صغار في كل العالم، في كده في انديه صغار. فلما يكون نادي صغير حتى لو تاريخه كبير، صغير من حيث البطولات، من حيث حتى الشعبيه، يطلع احد من جماهيره ويكون موتور ويحط تيشرت النادي الاهلي تحت قدمه، فده مش معناه ان الايه اتقلبت، ولا معناه ان انت خلاص عديت اول بلاطه في كيان النادي الاهلي او اول سلمه في كيان الاهلي. الرصيف اللي على مداخل بوابات النادي الاهلي اعلى من اعلى نقطه انت ممكن توصل ليها. فعشان كده المفترض يكون في عقوبه على الموتورين دول، ويتم رصد الفيديو ويتم شكوته ويتحاكم بتهمه كيان مهم لمصر اسمه كيان النادي الاهلي، رافع راس الرياضه المصريه بل عمود الخيمه في الرياضه المصريه. مش عايز اقول الاوحد كمان، لان الحقيقه هو الاوحد النادي الاهلي. فدي نقطه بتخلي برضو موتورين من المسؤولين يلعبوا على النقطه دي. ما سهل قوي جماهير النادي الاهلي تعمل ده، لكن اللي بيحصل ايه في النادي الاهلي؟ اللي بيحصل بيترد عليه بشكل محترم، لان ده النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي في اختبارات الناشئين في السويس جالهم لاعب ولد لابس تيشرت النادي الاسماعيلي، لم يتم حرمانه من التدريب من الاختبار. جالهم لاعب ولد لابس تيشرت نادي الزمالك، لم يتم حرمانه من الاختبار، لان النادي الاهلي مش صغير. اللي بيقف عند قصه حرق تيشرت وكلام من ده ضئيل قوي، مش بس موتور، لا ده هو ضئيل وعنده احساس بالدونيه قوي تجاه النادي العظيم ده، فبيلجأ لمثل هذه التصرفات الموتوره التافهه الصبيانيه. وعشان كده كل مسؤول بيجي لانديه ليها العلاقات دي وليها الطبيعه دي من الجماهير بيكون لا يختلف عن الجماهير، بيكون موتور صبياني، بيعلق الفشل بتاعه على فكره كراهيه النادي الاهلي فقط لا غير. شئتم ام ابيتم، النادي الاهلي بيكم او من غيركم سيظل النادي الاعظم في افريقيا. القصه باختصار شديد ان انتوا لا تعرضوا لازمات نفسيه على مدار التاريخ، وتفضل طول الوقت في صراع نفسي مع اول سلمه قدام بوابه النادي الاهلي انك تحاول تعديها ومش هتعرف تعديها. فافرح بحرق التيشيرت، ولكن تاكد ان النادي الاهلي على ارض الملعب بيحرق قلبك قوي لما بيحقق الفوز عليك، وحاول تبقى متواجد في دوري الموسم القادم حتى لو تم مجاملتك الموسم ده، والحاله اللي انت عملتها من الاعتراضات عشان ماتشين هما الداخليه والاتحاد السكندري يتم مجاملتك زي ما كان بيتم مجاملتك كل موسم، باعتراف حسني عبد ربه اسطورتكم لما طلع وقال احنا النهارده التحكيم بيجاملنا وما عرفناش نستفيد امام المقص. نروح لقصه تانية. قصه افضل بقى، قصه انضف، قصه ارقى، قصه انقى، حاجه كده متعلقه بالنادي الاهلي فعلا. وانا الحقيقه بعتذر لتريزيجيه عن حاجز نفسي كان بيني وبينه لما رفض يعود للنادي الاهلي وفضل قاسم باشا عن النادي الاهلي. انا راجل مشجع اهلاوي ببص من منظور واحد، يا عم انا محتاجك انت ابن النادي. ولكن لما شفت القصه اللي كانت مع كابتن شوبير، هو انا ليه ما بصيتش من منظور اللاعب؟ هو انا ليه ما خدتش وجهه نظر اللاعب؟ هو انا ليه ما شفتش طموح اللاعب؟ انا كمشجع ليه ببص من زاويه واحده؟ اكيد الكلام مع كابتن شوبير او تريزيجيه وكلامه مع كابتن شوبير فرق معايا، لكن ايضا فرق معايا الحقيقه نضج مر عليا خلال الست سنوات. ما انت لازم كل يوم تتعلم حاجه. بس طبعا يعني لازم اشيد الاول بكابتن احمد شوبير اللي الحقيقه لا يفشل على الاطلاق على الاطلاق في انه يدير حوار مع اي سوبر ستار او ميجا ستار، اي عضو مجلس اداره او رئيس مجلس اداره. دايما وابدا هتلاقي اداره الحوار واللقاءات الحواريه كابتن شوبير في مدرسته لوحده.
يعمل لقاء مع كابتن حسن حمدي كأنك بتسمع كابتن حسن حمدي لأول مرة، يعمل لقاء مع كابتن محمود خطيب كأنك بتسمع الكابتن محمود خطيب لأول مرة. عنده القدرة دي، ويمكن كمان ربما يعني عشان انا بحب كابتن شوبير فبروح للقاءات دي، فلو كابتن فلان او كابتن فلان ممكن يعمل حوار مع مذيع مفيش العلاقه او الكيمياء الكافيه او حاسس انه مش هيطلع افضل حاجه في الحوار، ما بنصيتش للحوار قوي. انا الحقيقه رحت شفت حلقه تريزيجيه كامله، شكر وتقدير لكابتن علي ماهر المدير الفني اللي عنده انسانيه، المدير الفني اللي قدر يصحح اخطاء لابد ان ناخد بالنا منها كويس قوي في قطاع الناشئين. انا كنت اتمنى تريزيجيه يقول اسم المدير الفني اللي اتعامل معاه بكم من الدنيا وصل اللي بيقول لك انا كنت بتقهر. كلمه صعبه على طفل، كلمه صعبه على طفل، سيبك من مسؤوليتك داخل النادي الاهلي، وان مش المفترض ان ده يحصل منك كمسؤول داخل النادي الاهلي بتتعامل مع اطفال. فين انسانيتك؟ فين انسانيتك وانت بتجرد الولد من كل احلامه وطموحاته وبتكسره قدام زمايله؟ لما يقول لك انا زمايلي كانوا بيقولوا اطلع بره انت اللي معادك معانا، لما يتقال ان انا كان بيجي بعض اللاعبين من الاختبار يلعبوا مع اكاديميه احمد شوبير وانا في الفرقه قاعد موجود، ينزل بتوع الاختبارات ويلعب كل اللعيبه وانا ما يدينيش خمس دقايق اتشاف. ايه ده؟ ايه القهر ده؟ انتوا ازاي كده؟ وازاي متواجد انت في مكانه في النادي الاهلي في قطاع ناشئين في النادي الاهلي؟ فشكرا جدا لعلي ماهر اللي وراك الصوره اللي يجب ان يكون عليها مدير فني او مدرب في قطاع ناشئين النادي الاهلي. لما شاف ولد مكتوب عنه ان هو ما يلعبش وغير صالح والولد 3 سنين مع كامل احترام طبعا وتقدير نجم تريزيجيه 3 سنين مقهور مكسور طفل طفل، فيبعت علي ماهر يجيبه ويكون تريزيجيه مسافر قطر، فيقول له لا لا انت قاعد. فسبحان الله ربنا يكافئه، ست مرات يلعب فريق اول ويلعب مباراه الزمالك. تريزيجيه بيتكلم انا ما لعبت الزمالك في الناشئين، ما لعبتش مقاولين، ما لعبتش انبي، ما لعبش. يا ابني والله العظيم انا كل الحواجز اللي بيني وبينك في قصه قاسم باشا دي اقسم بالله انتهت. يمكن قال الكلام ده كتير عن علي ماهر، وانا الحقيقه انا عارف موضوع علي ماهر، لكن انا لما قعدت استوعب بقى ان لعيبه كمان واطفال بيقولوا اطلع بره تقلي بقعدك معانا، يخرج بترنج لانه جاي من كفر الشيخ، وكلنا من الناس البسطاء اللي بنحقق احلامنا اللي لابد ان نحترم الناس دي، بس مش بس نحترمهم ده احنا ناخدهم مثال وقدوه. تريزيجيه بالنسبه لي عمل لقاء تلفزيوني عظيم جدا، زي ما اتكلم عن مميزات وايجابيات لازم اللعيبه تتعلم منها والمحترفين تعلموا منها. لما قال لك انا رحت بيوقفوني في التدريب في النص انزل لم الكوره اجري ورا مش عارف ايه، بيتعاملوا بيتنمروا على لغته، كل ده مهم جدا ان انت يكون عندك قدره على انك تتحدى انك هتكون افضل، وده اللي عمله تريزيجيه الحقيقه. لكن نقطه برضو مهمه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، اتمنى من كل قلبي ان المدرب اللي عمل كده مع تريزيجيه يكون غير موجود على الاطلاق في النادي الاهلي، لان الحقيقه انا ما عنديش مشكله انك تختلف وجهه نظر فنيه، انك تكون مش مقدر موهبه اللاعب، لكن تقهر وتوصل طفل لمرحله القهر ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ ارحمه من في الارض يا عم ليه؟ تحية التقدير لكابتن شوبير طبعا، وطبعا لنجم النادي الاهلي وابن النادي الاهلي تريزيجيه اللي عنده طموحات ان هو في وقت من الاوقات يرجع النادي الاهلي يدي اضافه مش يتكرم في النادي الاهلي، ودي نقطه مهمه جدا. مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده، نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع، سلام.